تفلح المفاوضات الشاقة بين أعضاء مجلس الأمن، والتي استغرقت ساعات طوالا في تمديد آلية وصول المساعدات إلى اللاجئين السوريين عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. في جلسة التصويت أحبطت روسيا مشروع قرار النرويج وإيرلندا المدعومة غربيا، والذي طالب بستة أشهر للتفويض مع إمكانية تمديده ستة أشهر إضافية بشكل تلقائي. العرقلة الروسية خلفت ردود فعل غاضبة، وحملت المندوبة الأمريكية موسكو مسؤولية إزهاق ملايين الأرواح. زملائي، هذا يوم مظلم في مجلس الأمن. عندما نجلس في هذه القاعة المزخرفة، من السهل أن نغفل عن عواقب أصواتنا على حياة الإنسان، لكن على بعد نحو 5000 ميل ستكون لهذا التصويت عواقب وخيمة على 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا. بدوره لقي المشروع المنافس الذي طرحته روسيا معارضة غربية واسعة. الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أشهرت سلاح الفيتو تجاهه. في نظرها مدة هذا المشروع المحددة بستة أشهر قابلة للتمديد شريطة إخضاعه للتصويت مجددا ستعرقل عمليات الإغاثة في سوريا. تضمن مشروع قرارنا التمديد للولاية 6 أشهر زائد 6. هذه مسألة عملية وتقنية وليست سياسية. بالنسبة للمنظمات الإنسانية التي تعمل على الأرض، فإن التفويض المتوقع ضروري لتكون قادرة على تخطيط وتنفيذ الاستجابة الإنسانية. نائب المندوب الروسي اتهم الأعضاء الغربيين بالتلاعب بآلية المساعدة، مغلقا الباب أمام أي محاولة للتوصل إلى قرار متوافق عليه، قصد الإبقاء على معبر باب الهوى مفتوحا في وجه المساعدات. قاد الاستخدام المتبادل للفيتو بين أعضاء مجلس الأمن إلى جعل آلية المساعدة الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية تواجه مصيرا غامضا، لا سيما مع اقتراب موعد انتهاء صلاحيتها وما يعنيه ذلك من كارثة إنسانية تحيط بالملايين من النازحين والمهجرين في الشمال الغربي لسوريا. من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عبد الله الماسي، التلفزيون العربي.